هلا اذا انا بديت في فانكشن واخذت البي دي اف تبع هاي الفانكشن كيف بحوله لسي دي اف؟ نعمل تكامل مش هيك من ماينس انفينيتي الفاريبل اكس وبتغير عندي بعمل بلوتينج فعندي اذا كانت مثلا هون كونتينيوس راح تتحول الى هذا الشكل واذا كانت ديسكريت راح تتحول الى مضبوط ماشي تمام. هلا انا عندي في عندي راندوم نمبر جنريتر اذا بتطلع لحد منكم بيطلع الاله الحاسبه تبعته راح تلاقوا في راندوم نمبر جنريتر بعطيك اظن 1000 رقم بعطيني لثلاث خانات اظن بتكبس راندوم تحت مش هيك اذا كان الكاسيو كالكوليتر بتكبس عليها راح تعطيك رقم راندوم ب 3 ديجيتس 3 decimal places مظبوط اعطيني مثلا رقم 0.837 تمام اعطيني كمان رقم حد ثاني 0.49 بس في شيء بعدها 0.419 راح تلاقوا هلا اذا عندي انا في random number generator هلا قديش هو random هو pseudo random ولا truly random هذا قصه ثانيه هل هو فعلا راندوم؟ إذا فتحت على الماتلاب وحطيت راندوم راح تلاقي بيبدأ من نفس الرقم كل مرة بعيد فهو سودو راندوم سودو يعني كاذب هذا بنسميه سودو راندوم سيكونس لأنه هو مش راندوم بشكل حقيقي بس إحنا نفترض إنه راندوم فعندي أنا مجموعة أرقام هون وهاي هاي هي اللي بتعطيني الراندوم نمبر الأصلي هذا الديستريبيوشن طبعا هذا معمول له ديسكريتايزيشن على فكرة هل هو كونتينيوس ولا ديسكريت هذا؟ ليش ديسكريت؟ لانه احنا لغينا اهملنا الديسمال بليسز اللي بعد هون، فكم رقم عندي فعليا انا عمالي باخذ؟ كانه عندي 1000 رقم، كانه عندي اقل رقم راح يطلع هو 0.000 و 0.001 لحد ما اوصل 0.997 0.998 و 0.999 وبعرف اذا عمره طلع معنا واحد انا ما عمره طلع معي واحد مثلا طلع زيرو بس رح يطلع معك هذول الارقام اللي هم تقريبا 1000 رقم مزبوط فهو هذا رغم انه مبين انه كونتينيوس هو فعليا ديسكريت فهذا الديستريبيوشن اللي موجود هون كانه في عندي 1000 امبلس كل امبلس مساحته 1 على 1000 هلا انا باجي بسالك بقول لك هي عندي الديستريبيوشن هذا اعطيتك الديستريبيوشن البي دي اف تبع الكروموسومز وجينا قلنا هذول الكروموسومز لهم فيتنس فانكشنز مختلفة. خلينا نفترض انه عندي ستة، طلع ست أولاد. ست أولاد من هذا الجيل. كل واحد منهم عملت له أسسمنت، طبعاً بده يكون عندي فيتنس فانكشن. الفيتنس فانكشن بتكون موجود عندي بدها تحدد هذا الابن أو هذا الابن أو البنت ليش هو فت أو مش فت، مش هيك؟ وهي بنحكي عنها بعدين، الفيتنس فانكشن اللي هي بحالة مثلاً لو احنا حكينا عن الأرانب مثلاً بدي أشوف يمكن سرعته يمكن تكون سرعته ولون جلده مثلاً وتحمله لدرجة الحرارة في جي أشياء معينة هاي منها بطلع فتنس فانكشن الفتنس فانكشن بتقول لي إنه هذا السيبلينج أو الإبن مثلا هذا لو سميتهم A B C D E F واضح إنه الفتنس فانكشن تبعته عالي لكن أنا ما بدي أحرم هذا من التزاوج فشو بعمل؟ بختار سامبل بس السامبل بايست لمين؟ بايس لهذا بس هذا بيطلع من عندهم ليش بخليه لانه ممكن هذا احيانا يوصلني ليطلعني من لوكال مينيم لكن نسبه اختياري لهذا راح تكون اقل بكثير من نسبه اختياري لهذا واللي هو طبعا هذا راح يكون اقل فهذول نسبتهم لما بتطلع على فتره طويله جدا بعد عدد كبير من الجنريشنز لو ضليت خليت هذول ضلهم يتزاوجوا وطلع منهم لهم ابناء كثيره بجنريشن واحد عفوا راح يطلع انه اكثر واحد بصير فيه تزاوج له هاد او اذا بدنا نكون اصح أكثر واحد بضل من أولاده عايشين أو موجودين هو هاد وبعدين هاد وبعدين هاد بعدين هذا إذا أنا في عندي فتنس فانكشن لازم يكون عندنا بالجينيتك ألغوريثم فتنس فانكشن بطريقة معينة أقول ليش هذا مور فت وهذا ليس فت وهذا طبعا بيحدث من مسألة لمسألة في مسألة لو كان عندي أنا مسألة مينيمايزيشن أو أوبتمايزيشن أو ماكسيمايزيشن الفتنس فانكشن واضح انها هون ايش انا بدي اعمل ماكسمايزيشن الفتنس فانكشن هو الفاليو اللي بعطيني اياه مش هيك فالسولوشن اللي بعطيني حل هون ليس فيت من السولوشن اللي بعطيني حل هون
less fit مثلا هذا اكثر فيتنس من السوليوشن اللي بعطيني حله. لازم يكون في عندي فيتنس فانكشن شو ما كانت المساله اللي انا عمالي بحلها. طيب هلا انا بدي اختار واحد من هدول، على اي اساس بدي اختاره؟ رح نبدا بالاله الحاسبه مش هيك؟ اعطيني رقم. لو سحبت انت رقم الان راندوم نمبر من 0 ل 1 رح يطلع معك رقم من 3 decimal places مثلا 0.569. هلا هون السؤال كيف استعمل هذا ال 0.569 بحيث اني راندوملي اختار واحد من هذول، بحيث انه على فتره طويله جدا يكون اختياراتي لهذا اكثر من اختياراتي لهذا، وهذا اكثر اختياراتي له لهذا. واضحين فاهمين المساله قبل ما نطلع على الحل؟ طيب احنا عمالنا بنقول في عندي هذول A و B و C و D و F، اوكي؟ هلا انا ممكن انت تقرر تقول انا بدي دائما اختار الفيتست وتزاوج هذا حتى تزاوجه مع نفسه. هذا ما بعطيني الحل الصحيح، الاصح اني ايش اعمل؟ اني راندوملي اختار من هذول السته. اختار اثنين من هذول السته. لكن احنا بدنا نختار، نعطي احتمال اكبر انه نختار هذا من اني اختار هذا، من اني اختار هذا، من اني اختار هذا، من اني اختار هذا. بس بدي اضل دائما شوفوا ايش راح نعمل. راح نعمل انفرس، راح نطلع السي دي اف، مش بقدر اطلع السي دي اف الان من هذا؟ قبل هاي النقطة ايش راح يكون؟ هذا بي دي اف طبعا. قبل هاي النقطة ايش راح يكون؟ زيرو. عند النقطة هاي قديش راح يرتفع؟ خليني افترض هذول الارقام، خلينا نقسم هذول الارقام، شو رايكم؟ خلينا نعمل هذا الرقم مثلا 5% وهذا 10% وهذا 10%، هي صار عندي 25. وخليني اخذ هون 15، هي صار عندي 40 مش هيك؟ ضل 60. ال 60 خلينا اوزعها 25 و35، اوكي؟ هي عباره عن بي دي اف، مضبوط؟ معناها مساحه هذا 0.15 مش هيك؟ فلما بمر من عنده قديش برتفع هون؟ خلينا افترض هي واحد، هي عندي 0.25 0.5 0.75، راح ارتفع مقدار 0.15 تقريبا هيك هون، بعدين راح ازيد ل 0.4 مضبوط، بعدين راح ازيد ل 0.5، بعدين 0.55، بعدين هون راح يكون في نطه كبيره مش هيك؟ راح تطلع في ل 90%، وبعدين هون قديش لازم اوصل هون؟ هلا طلعوا على الدرج هذا، مش هذا الدرج، انا بضل اسميه درج معلش. هو هاي المسافه من هون لهون قديش قيمتها؟ واحد، صفر لواحد. شو رايكم ناخذ الاله الحاسبه تبعتنا والارقام تبعتها نحطهم هون، وايش نعمل؟ نضرب الرقم اللي بيطلع معي احطه هون واضربه. وين بضرب بالدرج؟ وين راح ينزل؟ راح ينزل على الفاريبل اللي بقابله. يعني مثلا خلينا نفترض بالاله الحاسبه سحبت انا وطلع معي، خليني احط بس هذول الارقام اكتبهم هون. هذا عندي هون 0.15 و0.25، شو بصير عندي هون؟ 0.4 مزبوط؟ هذا 0.15 0.4، ضفت له هذا صار عندي هذا هون 0.5، ضفت له كمان صار عندي هون 0.55، بعدين هون 0.9، بعدين هون 1. هلا لو الرقم الراندوم نمبر اللي طلع معي كان 0.91، مين راح اختار؟ راح اطلع افرض كان 0.95، ايش راح اعمل؟ وين بضرب بالدرج؟ وين بنزل؟ بنزل على F. لو كان الرقم 0.7 وين راح يضرب؟ هون راح يضرب مش هيك؟ هي تقريبا 0.55 0.9 تقريبا 0.7 هون، وين راح ينزل؟ على اي. ان فاكت كل الارقام اللي بين 0.55 و0.9 وين راح توديني؟ اذا هل اي له احتمال كبير يضربوا بدرجه وينزلوا عليه؟ ليش؟ لانه درجته عاليه. ايش اللي خلى درجته عاليه من هون؟ 0.35. هلا اطلع على ابو 0.5 هذا ال 5% اللي هون قديش ارتفاع درجته؟ 0.5. هذا ما راح اختاره اللي هو دي الا اذا كان الراندوم فيريبل تبعي بين قديش وقديش؟ بين 0.5 ل 0.55. طبعا انا لازم اكون محدد انه وين احط اللس ذان اور ايكول، وين احط المور ذان، بدنا نكون على جهه واحده من جهتين. فمثلا اعطيني هلا رقم، مثلا اعطيني كمان راندوم نمبر اشوف ايش بيطلع معي. خلينا اكمل هاي دي وهي سي وهي بي وهي اف. هذه على فكره اسمها راندوم سامبلينج، عملنا انفيرجن، احنا عملنا انفرجن. اعطيني رقم 0.71. واضح انه ال 0.7 هون مش هيك؟ هي تقريبا هاي 0.75 هون، ايش راح ناخذ؟ اي. كمان واحد 0.689 0.689 اي 0.36. خلينا ناخذ ارقام ثانيه 0.36 هون راح يكون مزبوط. وين راح ينزل عندي؟ عفوا هون بي. كمان رقم 0.671 0.671 اي. ايوه كمان رقم اعطيني 0.549 0.549 وين يجينا؟
هي هذا المسكين اللي هو دي طلع له شيء 0.54 مضبوط لانه 0.55 0.549 هذا هو مثال ممتاز طلع دي هي قديش صار طالع له اذا كان عمالنا بنقول انه احتمال الاولاد تبعون اي انه يكونوا يتزاو يعني الاولاد اللي نتجوا عن اي طبعا في شيء ثاني بده يكون شخص ثاني احتمال السرفايفل تبعهم اعلى من السرفايفل لكن دي طلع له شيء وممكن يكون في سرفايفل رغم انه كان 5% وهذا بيساعدني بعدين لما بكمل التزاوج منها نعم نعم البنت اللي قبلها هي بي اللي هي 25% ايه الاحتماليه لا انتبهي دي 5% سي 10% هي 10% لا انا قصدي لو كان الدي نسبتها 25% اه هذا بيقلل نسبه انها تيجي عند الاي اما هو بده ياكل من حد هو يا باكل من الاي يا باكل من غيره بالنهايه الحصه كلها قديش؟ واحد بدهم يتقاسموا الحصه بينهم فقديش نسبته من الواحد هي رح تحدد قديش رح يضرب فيه الفال واحنا طبعا معتبرين انه هذا الآلة الحاسبة شو مفترضين انها فير انها يونيفورم فالمفروض تعطيني هدول الفاريبلز ايكوالي هلا ما بنعرفش احنا كيف عم تنتج الهاي وانتم بعدين بامكانكم تبني في الماتلاب بامكانك تبني فير راندوم نمبر جنريتر بس احنا حولنا من ديستريبيوشن كانت هاي ديستريبيوشن يونيفورم حولنا من يونيفورم ديستريبيوشن لسكيود سكيود يعني مشوهة يعني هاي مشوهة مضبوط مش يونيفورم فساعدنا هدول الناس اللي عندهم فتنس اعلى وضاعفنا الناس بس اخترناهم ممكن نختارهم ما بيمنعني اني اختارهم بس بختارهم راندوملي نعم لو نفس السؤال اللي قبل بس هو انه الاولاد هذول اللي عندي انا غير ترتيبهم فرح يختلف النسب لا 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 ما انت لما تغيري ترتيبهم كل واحد راح تتحرك درجته معاه يعني افرضي اخذت الاي وحطيتيه بالاول شو راح يصير هذا الخط راح ينط نطه واحده هون 35 راح يطلع ل 0.35 فدرجته عرضها راح تضلها نفسها فاي رقم بين 0.35 راح يعطيني اي المهم انك تكوني كونسيستنت اذا رتبتيهم هيك درجهم راح يصير هيك اذا رتبتيهم غيرتيهم درجهم راح يختلف بس دائما صاحب البي دي اف العالي راح يطلع له درجه واذا انا كل اللي بعمله بضرب راندوم نمبر من هون وين بضرب بالدرجه بنزله على الهاي هذا اسمه راندوم سامبل عم نعمل احنا راندوم سامبل عم نعمل ترانسفورميشن لاحظوا عم نعمل ترانسفورميشن ما بين يونيفورم ديستريبيوشن الى سكيود ديستريبيوشن فعم ناخذ رقم من هون ونطلع الرقم اللي بقابله هون رقم من هون هذا هون يونيفورم ديستريبيوشن لو رسمت الديستريبيوشن هون راح تلاقي هذا كلهم هدول امبلسز مش هيك 1000 امبلس مزبوط بيطلعوا من الآلة الحاسبة بس كلهم لهم ايكوال 1 على 1000 كل واحد من الامبلسز هدول مساحته 1 على 1000 او القوه تبعته 1 على 1000